لان مشاهدي الكرام، مشاهدي خلينا نشوف في هذه اللحظات الامن يدخل على خط الحادث السير الخطير اللي وقع هنايا في شارع الزرقطوني مدينه الدار البيضاء. السياره يدخل. شدي حطها صاحبي هنا صاحبي الله يبارك. السياره اللي دخلت الحائط ديال السيارة اللي دخلت في الحائط ديال أحد الصيدليات. الحمد لله على سلامتهم، الحمد لله على سلامتهم، الحمد لله ما طرا لهم والو. يعني الإيرباك ديال السيارة كامل خرج، الحمد لله أن الصيدلية ما ضربتش. طبيعة الحال خسائر مادية كبيرة هنايا بزاف، لا في الحائط ديال هاد الصيدلية هادي، لا في علامات ديال المرور اللي تهرسوا، فالأمن حاضر هنايا بعين المكان. الأمن هذه اللحظات كيحضر العين المكان. البارح بنكا اليوم صيدلية، البارح بنكا اليوم فرماسيان، اليوم صيدلية، البارح بنكا واليوم صيدلية. خصوصا فترة الليل الإنسان يحضر راسو وياخذ الحيطة والحذر ديالو، كيفما كتعرف الفترة ديال الليل دائما الحوادث تصير خطيرة، فالإنسان ياخذ الحيطة والحذر ديالو كيفما كتعرفو فترة الليل فكتكون السرعة المفرطة. فالحمد لله على سلامتهم. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على أن نلتقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء. Thank you.